يعني أنا أطلب من المخرج أن يعرض لنا بعض من اللوحات التي عرضت من فناناتنا التشكيليات في هذا المعرض لنتحدث عنها. يعني أنا لاحظت أن بعض هذه اللوحات من خلال الصور التي اطلعت عليها هناك تعبير عن الفن التراثي السعودي. هل كانت يعني هذا النوع من الفن كانت منتشرة بكثرة في المعرض؟ إلى حد ما. إلى حد ما، على ما أعتقد أن هذه ليست لوحة تشكيلية ولكنها إحدى الصور الفوتوغرافية التي شاركت. نعم، حدثنا عنها أستاذ ضياء. اللوحات كان في فنانات مشاركين بلوحات فوتوغرافية، نعم، وطبعا الفن الفوتوغرافي منوع واسع جدا. نعم، في فن تسجيلي، يعني بمعنى اني انا اسجل مكان معين، نعم، وهذا المكان يصبح له قيمة تاريخية في يوم من الايام. نعم، تسجيلي فقط، اي ليس له تسجيلي أي فقط، أبعاد تسجيلي أخرى طبعا. ولا الفنان المصور لازم يكون دراية بموضوع الضوء وموضوع استخدام الكاميرا الحرفية. نعم، والنوادر وإلى آخره. وفي فنان تاني لا، يبحث عن الفن في التصوير، نعم، الزاوية اللي بده ياخذ منها، التوقيت الضوئي، حتى لو كان في أوقات صعب فيها التصوير، نعم، ولكن الآن بالوسائل الحديثة ما في شيء اسمه صعب التصوير، لأنه نعم، الفنان المصور يستطيع انه هو ياخذ صور في جميع الاوقات نعم، حتى في الليل. نعم، بيحاول انه هو يصل الى النقطه اللي زي ما قلنا في الاساس، اللي فيها ملفته للنظر، فيها عنصر مفاجئ، فيها عنصر جمالي، فيها عنصر يشعرك اذا بيصور الطبيعه نعم، يشعرك أو بال عنصر فلسفي. أو موضوع فلسفي أو موضوع مكون، نعم، ويجي يعني يخليك تشعري بجمال نعم، الحياة اللي حولنا. يعني مثل هذه الصورة هو التقط اللحظة التي وقعت فيها قطرة الماء. يعني طبعا هي الصورة هذه يعني في منها كثير في العالم، وأخذت بأشكال مختلفة، نعم، وأخذت بشكل حتى كمان السرعة البطيئة نعم، اللي هي بالتصوير، هذا التصوير سريع. ولكن انه فنان سعودي او فنانه سعوديه تستطيع انه هي تاخذ صوره زي هذه، هذا يدل على مثابره وخبره ومحاولات كبيره لغايه ما نجحت في انها تطلع نعم، لوحه من هذا النوع. نعم، نعم، هذه من اللوحات اللي تعتبر لوحات فنيه. نعم، هذه تعتبر حرفية عالية أن تصطاد هذه اللحظة. نعم، نتحدث عن هذه اللوحة، هذه ليست صورة ولكنها لوحة فنية. هي على ما أعتقد أنها يعني هي بالطبع يعني محتما هي ليست فن تجريدي أبدا، ولكنها على ما أعتقد هي لوحة رمزية، هي بالفنانة واضعة أشكال ترمز إلى أمور نعم تراثية، نعم مش أو وضعتها حتى معالم في مجمعتها. أيوة نعم نعم، جمعتها في بشكل معين نعم بحيث إنه تطلع لك لوحة فنية، نعم ولكن فيها التراث. نعم يعني هي عبرت عن الصحراء بهذا اللون الأصفر، أيوة نعم، ولكنها أيضا جعلت الصحراء هذه الكثبان تشبه الغيوم، وكأن المجسمات جميعا فوق الغيوم. ايوه هذه اللوحة تراثية بالكامل، ايوه نعم، يعني معبرة بشكل واضح جدا عن التراث. عن تراثنا وعن نعم، طريقة ما الذي يميز هذه اللوحة بشكل خاص الألوان، برأيك؟ الألوان. الألوان نعم، وعدم والعفوية في وضع نعم، هذه اللي هي الأشكال التراثية الأشكال أو التراثية، نعم هذه اللي هي أظنها حاجات من الخصف الأواني. معمولة، هي نعم، من الخصف أو أواني أو شيء زي كده، نعم، وكل واحدة منهم فيها شغل برضو، نعم، ووضعت بطريقة عفوية. ولكن هي يعني رغم أنه هي تبدو عفوية، لأنه هنا هي منظمة في الواقع نعم، عشان تديني الشكل اللي أنا في النهاية يعني أبغاه. هذا ما يسمى الفوضى المنظمة. فوضى منظمة. نعم، هذه اللوحة هل يعني أنا لا أملك هذه الخبرة، ولكن دعني أجزم أنها تجريدي. إلى حد كبير نعم، تجريدي، نعم، ولكنها لوحة من اللوحات اللي فيها عمل متقن، نعم، فيها دقة، نعم، فيها يعني فيها تعب
وتنفيذها ياخد وقت طويل. نعم. وفيها رقة في الألوان. نعم. وفيها بعد فلسفي. نعم. وتستطيع أنك تقولي إنه اللوحة يعني من اللوحات، أعتقد إنه هي اللوحات الناجحة المتميزة اللي كانت متميزة في، لأنه إنه صاحبة اللوحة دي نعم. يعني بذلت مجهود كبير جدا في إنه هي تنفذ هذه اللوحة نعم. بشكل نظيف في ستايل. لها أعمال تانية كمان أنا شفتها نعم. بنفس الأسلوب، فهي مستقرة نعم. فنيا، لها أسلوبها لها المتميز، لها أسلوبها مستقرة فنيا. وأرجو وأتمنى إنه كل الفنانات اللي وصلوا إلى أسلوب والأسلوب ده، هم من ضمن الميزات اللي بتصير إنه لما بيختلطوا الفنانات بفنانات آخرين، بالذات لما يكونوا على مستوى عالم أو يطلعوا يخلوهم يعرضوا برا ويشوفوا الفنانين اللي حوالينهم نعم. العالميين الآخرين نعم. ويشوفوا مستواهم بالنسبة لهم نعم. بديهم ثقة بالنفس مؤكد. طيب طالما يعني طرحت هذا الموضوع، نتحدث عن الفنانات الشابات اللاتي يتم اختيار أعمالهن وليس يعني كلهن بهذا المستوى، كما هذه مثلا الشابة التي وجدت أن لديها موهبة متميزة ولديها استقرار فني، يعني هل كل الشابات التي يخرجن إلى خارج المملكة ويمثلن في معارض خارجية يعني لديهن هذه الخبرة؟ وما أسمعه كثيرا وهي يعني لربما هو مثار جدل في الوسط الفني، أن هناك الكثير من التعاطي المسائل الشخصية في هذه الأمور، وهو أمر يعني برأيي أنها مسألة جدية بالكامل، لأننا نتحدث عن تمثيل للبلاد، لا نتحدث عن معرض صغير، ولكن نتحدث عن معارض عالمية، فيعني هذا يسيء إلينا على ما أظن. ما رأيك أستاذ؟ يسيء جدا وهو شيء مؤسف جدا، وأنا نعم. حسب ما سمعت وحسيت من كثير من عبر 40 سنة في حياتي في المملكة العربية السعودية وتجربتي في هذا المجال، يعني مجال إرسال لوحات عن طريق مثلا زمان كان عن طريق رعاية الشباب والآن عن طريق الجمعية وإلى آخره، بأشوف أنه في كثير من الأحيان مع الأسف يشتكي كثير من الفنانات والفنانين بأنه انتقاء من يذهب ليمثل المملكة ما بيكون على أساس مستوى الفنان اللي يجب أنه يمثل المملكة. هل هذا بسبب غياب لجان رسمية تقيم هذه الأعمال؟ هذا يا ستي بسبب تعيين وليس انتخاب. نعم. من يجب أن يكون على رأس هذه الإدارة نعم. التي تحكم هذه الأمور. نعم. لا يجب أن يكون الشخص المسؤول عن هذه الإدارة في وزارة الثقافة، وزارة التعليم، في أي نعم. جهة نعم. اللي هم عليهم هذه المهمة نعم. إنه يكونوا ناس متسمين. طبعا أنا ما بتهم أحد، ولكن نعم. لازم يكونوا ناس متسمين أولا بالخبرة الكبيرة نعم. والنزاهة نعم. هذا ضروري والإحساس طبعا. بالوطنية نعم. لأنه هي المسألة في النهاية نعم. بتنعكس على الوطن، بتنعكس على انه هذول اللي قاعدين بيجوا يعرضوا لنا اعمالهم في بلدنا، هل سواء هذه في فرنسا هي؟ في لندن في نعم. امريكا في العالم، ايش المستوى ده نعم. يعني انا بيروحوا فنانين في ناس بيروحوا على حسابهم عشان يشوفوا، او في ناس بيكونوا هناك وبيدخلوا ويشوفوا المعرض نعم. شيء مسيء جدا للأسف. مسيء جدا مع للأسف. الاسف للأسف. مع الاسف نعم. يعني يمكن مش الكل، ولكن ما يصير انك انت ترسلي سفير، هذا سفير بيمثل روح البلد، مؤكد فن نعم. الفن ده روح البلد نعم. انا ما باجي اوريك عمايرنا ايش هي، ولا بوريك نعم. طرقنا ايش هي، انا بوريك احساسنا ايش هو نعم. فالمفروض اني اكون انا قادر على التعبير عن احساس المملكة العربية السعودية السعودية نعم. الثقافة والثقافة نعم. السعودية لأن الفن الإسلامية ثقافة الشعب نعم. نعم احنا لنا تاريخ طويل عريق ونفتخر نعم. به نعم. لازم نظهره بأحسن صورة نعم. وأحسن لبس، ولا لا نعم. هذا ولازم شيء أكون أنا نعم. كفنان نعم. كمان شيء طبيعي. أكون قادر على أني أعرف أتكلم لغة، مش أروح وفي كثير من الفنانين حتى يمكن ما يروح يحضر المعرض لا يحضر المعرض يمكن في ما يحضر المعرض نعم. ولا ما ينتهي فرصة أنه مثلا في بلد زي فرنسا ولا في روما ولا نعم. هنا ولا هنا
والله يعلم يكون فين. يعني في بعض الأحيان يكون الهدف الرئيسي ليس الهدف العمل، الفرصة فأنا أني أنا هي ولا سافرت. هناك أهداف أخرى أيوة نعم. للموضوع. طيب دعنا نعود مرة أخرى إلى معرض انعكاسات ونتحدث عن الأعمال الفنية التي كانت تابعة للوفد الهندي الذي شارك، يعني كيف نستطيع أن نعبر عن هذه الأعمال؟ هل كانت كلها معبرة عن تراث الهند أم هي ثقافة أيضا عالمية لنقل؟ شوفي، زي ما قلنا انه احنا الفنان سواء كان فنان عمره 80 سنه نعم. ولا فنان شاب عمره 20 سنه، نعم. هو في النهايه دمه نعم. ونسيج جسمه نعم. مشبع بتاريخ وثقافه البلد اللي هو عايش فيه. نعم نعم. مش الجنس، مش الجنس اللي هو جاي منه، لا ولكن احنا البلد اللي نتحدث عاش عن فيها ثقافه. وتربى نعم فيها. نعم نتحدث عن ثقافه بالضبط. فلذلك هي في النهايه حتى لو فن حديث نعم. او فن، ولكنها تحمل الهوية. ولكنها تحمل الهوية وتحمل نعم. الإحساس. نعم. لأن احنا دائما بنتكلم عن الإحساس، الفن مؤكد. عبارة عن لغة إحساس ومشاعر، وهي شيء لا من الصعب التعبير عنه بوسيلة أخرى نعم. إلا بالفن الفن التشكيلي أو بالموسيقى. طيب يعني إلى أي مدى كان هذا المعرض يمثل أهمية عظمى في تنظيمه من حيث اختلاف الثقافة التي قدمت إلينا واختلاط فناناتنا بالفنانات من ثقافات أخرى؟ الحقيقة الفن ما تقدر تقولي عليه أنه، يعني لما تروحي في أي مكان في العالم نعم. بتجدي أنه في تشابه كبير جدا في الفن. نعم. ليه؟ لأنه إحنا في النهاية كلنا ناس، كلنا يعني بشر. نعم. عمالين نعبر عن إحساسا. نعم. فالفن الوحيد اللي له هي صفة كده خاصة، لما رحت الصين نعم. فحتى أنا تحدثت، كان لي كلمة هناك وتكلمت عن الفن الصيني واللي هو متميز بأسلوب عبر الزمن. نعم. بأسلوب معين. نعم. طريقة رسمهم للأشجار لهم مدرستهم الجبال الخاصة بهم. المتباعدة والسحب، لهم أسلوب ولهم مدرسة خاصة. وقابلني واحد كان له يمكن 30 سنة عايش في كندا وبيرسم في كندا، ما تأثر بالفن الكندي ولا الفن الأوروبي، برضه بيرسم بالطريقة الصينية وطريقة، ولكن مواضيع خاصة بحياته نعم. هناك. فلذلك هم لهم صفة، وده شيء طيب طبعا طبعا. ولكن طبعا ده يدل على انه الصين ما كانت، ما انفتاحها حديث، يعني نعم. هم منغلقين نعم. وده من فترة الاشياء اللي طويلة تدل على انهم منغلقين وما نعم. يزالوا، ولكنه فن عريق جدا نعم. ويجب الاحتفاظ به. ولا يمنع ان يستخدم هذا الفن في المدارس الحديثة، لربما هم يوظفون ايضا ما ورثوه من فن اصيل لديهم طبعا في مدارس حديثة. ما في شك، نشكرك أستاذ ضياء على، وإحنا نفس الشيء. نعم نشكرك على حضورك معنا العفو، واستمتاعنا بهذا الحديث الشيق. الله يسلمك. شكرا جزيلا. العفو.